نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد فقال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فهل المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل؟ وإذا حدث أن زخرفت بالصور فهل تجوز الصلاة فيها؟ الحديث هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله، وإذا كان كذلك فإن الزخرفة يراد بها الزخرفة يراد بها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى. فأما الزخرفة التي لا تشغل المصلي وإنما تعطي المسجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف والحر في والدفء في الشتاء، فهذه لا بأس بها، ولكن يجب أن لا يبالغ في ذلك كما يفعله بعض الناس الآن، تجده يجعل على المحراب من الزخارف والنقوش ما يشغل المصلي أو يكون له ثمن باهظ. نعم. فضيلة الشيخ، وأما الصور فلا يجوز إطلاقا أن يجعل في المساجد صورة، لا صورة آدمي ولا صورة حيوان. نعم.